نبدأ سوا نحل من المتميز اللي هي بتاعة شهر مارس، عشان طبعا الامتحانات كلها قربت. وحد فيكم امتحن ولا لسه كلكم امتحنتوش؟ لسه كلكم اكيد صح؟ لسه يا مس، اوكي تمام، يلا يا فريدة نمبر 1. يلا يا فريدة. نعم يا مس. يلا اقرأي أول سؤال. الفورمات أوفيشال في الأر فورمات under the earth surface provided. لما جينا اتكلمنا على الفوسيل فيول قلنا ان هو بيتعمل under the earth surface عشان هو بيكون عبارة عن remains، والremains بيبدأ يتضغط عليها وبتبدأ تتحول بالhigh pressure and high temperature الى fossil fuel. اوكي يلا يا احمد. All the following are forms of fossil fuel except water. اوكي طبعا كل اللي قدامك ده فوسيل فيول ما عدا مين؟ ما عدا الووتر، لان الووتر هي الوحيده اللي ناتشرال ريسورس. عشان فصل فيه لازم لما نحرقه يدينا ثيرمال انرجي. بالظبط. يلا يا استاذ ادم. تمام مش سالم. Among the following resources we must conserve solar energy and wind. ركز، we conserve، لازم نحافظ عليها، نحافظ عليها يبقى لازم تكون حاجة مش ناتشرال أصلا. Oil and بالظبط coal. كده، oil and coal، لأن هما دول الوحيدين اللي not natural resource. oil and coal ممكن يحصل لهم run out، فبالتالي لازم نعمل لهم conserve. يلا ياسين. All the following are renewable sources of energy except natural gas. بالظبط كده، قلنا renewable resource دي حاجة not run out، والله عز وجل هو اللي خلقها لينا، فبالتالي كل اللي قدامك الووتر والسان والوايند كلهم ينطبق عليهم الكلام ده ما عدا الناتشرال جاز. احنا اللي بنعمله عن طريق الهاي بريشر والهاي تمبريتشر، فطبعا ممكن يحصلوا run out بسهولة. اوكي يلا يا سمير. From examples of renewable resources of energy is coal. اوكي برافو. لا ركز. example of renewable. بالظبط Wind. برافو عليك. الكول دوت لما هو يجي يقول لك non renewable، ما يجي يكلمك على renewable فهو محتاج حاجه مستمره، حاجه موجوده عندنا، فده طبعا منطبق على الوايت. يلا يا ابراهيم نمبر 6. ابراهيم The sun and the wind are considered as the source of energy. Non-renewable. السن نون ريبل. بالظبط كده، السن رينيبل ريسورس، عشان هي حاجة طبيعية من عند ربنا. يلا يا فريد. ليه يا فريد؟
water. لا in rate faster than its formation، بنستخدمها أسرع من الوقت اللي بتتكون فيه. fossil fuel. بالظبط كده، fossil fuel. لو انت اصلا جيتي ركزتي هتلاقي ان السويل والووتر والوايند كلهم مع بعض كده، والفوسيل فيول هي الوحيدة المختلفة، فبالتالي fossil fuel هو اللي بي rate faster than its formation. يلا يا Is a renewable resource of energy. أنا ماس water. اكيد طبعا السؤال ده اتكرر كذا مرة فاحنا لازم ناخد بالنا منه. يلا يا ادم. نعم ميس نعم الأسئلة بتتكرر بس على أسئلة مختلفة، على أشكال مختلفة. ايوه بالظبط كده. يلا يا ادم. The movement of a generator electric power station reduces energy. طبعا اكيد غلط، لان الموفمنت اللي بيحصل في الجنريتور ده مش بوتنشال، ده كاينيتيك انرجي. يلا يا سيدي. Wind is a non-renewable energy resource. False. اكيد طبعا فرص. سمير. The use of fossil fuels to produce energy costs more money than using renewable resource. True. يا راجل يعني لما انا استخدم الفوسيل فيول بدفع فلوس اكتر اما استخدم رينيبل ريسورس؟ ازاي؟ عشان انا قلت اما نيجي نستخدم الرينيبل ريسورس زي مثلا السولار انرجي او الوايند انرجي او الووتر انرجي ده بيحتاج مننا فلوس اكتر، لكن الفوسيل فيول بيحتاج فلوس قليلة، بالتالي ده فوز. ركز. يلا يا ابراهيم. Housing doesn't use and the energy system. Respiratory system. True. اللي smoke doesn't cause any damage، يعني لما انت تشم ريحة دخان ما بيعملكش اي مصيبة. فولس. طبعا false. اللي smoke اول ما بنعمل له breathing بيبدأ يدمر respiratory system بتاعنا كله اصلا. ماشي يلا يا استاذ احمد. فريدة، سوري فريدة. مس فريدة. نعم. لا انا عاوز اسأل سؤال، ماشي. انت كبرتي الشاشة ليه؟ كبرت الشاشة عشان تعرفوا تقرأ. انت كبرتي الشاشة. لا ماشي يلا يا فريد. fossil fuel that you made from corn can be replaced as it is used. أكيد طبعا فولز، لأن الكورن ده not fossil fuel، هو بايو فيول not fossil fuel، والكورن ده ما بنيجي نعمل منه حاجة، بنعمل منه liquid fuel. يلا يا أحمد. Generator in the electric power station changes potential energy into electric energy. True. الجنريتور بيحول البوتنشال لإلكتريك؟ ايه علاقة البوتنشال بالجنريتور؟ لا السلب. بيحول الكاينيتيك يا باشا، الكاينيتيك انرجي لإلكتريك انرجي. نركز مع بعض، لسه قايلة المعلومة دي فوق. الكلام ده يبقى ترو. فوق، فولس فولس. البوتنشال ملهاش علاقة خالص بالجنريتور أصلا، الجنريتور بياخد الكاينيتيك اللي جاياله من التوربين يحولها لإلكتريك إنرجي تدخل لنا جوه في الهاوس بتاعنا. يلا يا آدم.
When oil and natural gas are natural resources, you generate clean energy. True. ركز. False. I don't الاويل believe oil. ازاي والناتشرال جاز ناتشرال؟ يعني ازاي الاويل مش ناتشرال؟ Natural gas. ماشي، ركز ان الاويل والناتشرال جاز دول مش ناتشرال ريسورس، دول احنا اللي بنعملهم under the earth's surface، بيكونوا من الفوسيل فيول وما بيحصل لهم بيرنينج، بيسببوا بوليوشن جامد قوي للمحيط اللي احنا فيه يعني. يلا يا سيدي. نعم Using solar energy. Using solar energy is a way to conserve fossil fuel. False. فوصلي. مش احنا قلنا نقلل استخدام الفوزل فيول بان احنا نستخدم الرينيبل انرجي ريسورس، والسولار انرجي دي من الرينيبل انرجي ريسورس. True. بالظبط كده، نركز يا شباب. اوكي يلا يا سمير. Using fossil fuels keeps the environment from pollution. الفوسيل فيول بيحافظ على False. البيئة من التلوث؟ أكيد طبعا غلط، لأن هو أصلا هو اللي بيعمل البوليوشن. الكلام ده يلا يا إبراهيم، نمبر 1 كومبليت. بس مش المفروض دوري أنا؟ إبراهيم لسه ما جاوبش. أوكي. إبراهيم فيستوريز ماركا بوليوشن اوف اند دو تو ذا كيميكال دي يوز. الفاكتوريز may cause pollution of A. المصانع بتسبب تلوث لإيه؟ بيئة أيوة، البيئة فيها إيه؟ البيئة فيها حاجات كتير أوي. بلان plant الفاكتوريز مش بتأثر على plant أوي، بتأثر على الووتر اللي بنسقي بيها البلانت. ماشي، عنده عند ايه عند ايه هو دورك بتجاوب ليه بقى؟ حضرتك بتجاوب ليه مش في دورك؟ ما تخليهوش يجاوب المرة عشان اسمه الجديد يا مستر يا ميس إبراهيم. بس اغير اسمه. ماشي يلا يا فريدة، نمبر 2. نعم. Global warming causes the rise of Earth and the change its خدي بوينت بوينت عشان ما تتلخبطيش. الجلوبال وورمنج بيعمل ريز لإيه؟ ارتفاع في إيه؟ temperature بالظبط كده. التمبريتشر ده بيعمل تشينج لإيه؟ atmosphere كلايمت بقى، كلايمت والله هي بيغير فرقت المناخ. معلش، بس انا عجباني atmosphere. ماشي. يلا يا أستاذ أحمد. Coal and A can be used in electric power station to generate electric coal and اسمه ايه ده؟ اسمه ايه ده؟ خشب. علاقة الخشب بالباور ستيشن؟ قصدي charcoal. نفس الميننج، ملهاش علاقة برضه. كرن. الكول ده فوسيل فيول، عايزين حاجة كمان معاه فوسيل فيول. الكور هو الكورن فوسيل فيول؟ لا والله.
الفصل يا مس، وين وال الفوز يا مس؟ وين الفوز يا مس؟ بقول لك طب الكودا، ثانية، الكودا والله ثانية، والله ثانية، ناتشورال جاز. ناتشرال جاز او اويل، ده او ده الاثنين فوسيل فيول، بيجي على دوره وينام. اي ماشي يلا يا ادم، بتقولي يجي على ايه؟ تيجي على دورك وتنام. يجي على دوره ونام. ليه؟ ليه؟ لا مش ليه ولا عشان حاجة. الموضوع. يلا يا ادم. Coal and the oil can be used لا to نمبر فور، generate. فور ادم نايم مع احمد. انت نايم مع يا احمد مس ولا مش موجود والله، موجود يا مس، هو ماشي؟ يلا عندي ثلاثة، رقم ثلاثة، نمبر فور اهو، ما انا نزلت تحت عندي رقم ثلاثة. يا ابني، ما نزلت تحت. لا ما نزلتيش يا مس، هي مش واصلة نزلتيش عندكم أصلا. النازلة يعني؟ لا اه والله يا مس ما نزلتيش حاجة. حول ولا قوة إلا بالله، أنا طالعة نازلة أهو. ولا طبيعي طالعة ولا نازلة، بسم مش الله. حاجة. الصورة هو اتعفرت على حظ آدم. نعمل ستوب يا شيرينج. ميس، يا ميس اعملي شيء. كنت هقول ميس عملت ستوب ميس شيرينج وشيرينج جديدة أهو. ليه قلتي يا ميس فكرتي؟ ماشي الصورة سودا. ماشي، ما لسه بيحمل، اصبر على نفسك. ميس مين بس اعملي ريكورد. طيب من ريكورد حاضر. turbines electric power stations are fueled by steam and they produce chemical kinetic energy ماشي to run the generator of the electric power station. ماشي، كاينيتيك وهنا اللي هو الجنريتور. يلا يا استاذ ياسين. حاضر. The electric generator change a energy into energy changes kinetic energy into electrical energy. بالظبط كده، يعني السؤال ده اتكرر كتير، بيحول الكاينيتيك انتو الكتريك. اوكي ماشي، يلا يا سمير. رقم كام؟ نمبر 1 scientific term. It is the system that is تيشو tissue is damaged to breathing big amount of cars smoke. سيستم جوه جسمنا بيحصل له دامج اما بنعمل بريسنج لكارز سموك، دخان العربيات. اسمه ايه السيستم ده؟ نسيت اسمه. السيستم اللي بنعمل فيه بريسنج، انت بتتنفس بأنهي سيستم؟ قول بالعربي أنا حتى، يمس قول بالعربي حتى، أي حاجة. تنفسي. أيوة هو الجهاز التنفسي، respiratory system. وبقى يمس يلا يا أستاذ إبراهيم. The sister that it لا لا لا، نمبر 2 the voice in the electrical power station that converted kinetic energy into
electrical energy. قلنا كتير قوي النهارده. مين الديفايس اللي بيحول كاينيتيك لإلكتريك؟ جاوبناه كذا مرة. الميس كده فوق على فكرة. وايند ايه ايه؟ وايند وهي الوايند ديفايس اليومين دول؟ لا لا انتوا نايمين يا سنة رابعة ولا ايه؟ ميس حضرتك على فكرة كده فوق. انا عارفه ان انا كاتباه فوق والله. ما انا ده احنا جاوبناه النهارده 700 الف مره، المره 700 اللي بنجاوبه فيه. جنريت ايه جنراتور جنريتور؟ ايوه جنريتور، ده هو اللي بنستخدمه. إلكتريكال جنريتور. ماشي يا عم اي حاجة. ماشي. نعم وانا جنريتور. جنريتور يعني مولد كهرباء. مش انا ما الكتريك بفهمش كلام بالعربي، لكن انا فاهمه بالانجليزي، مش ده عارفه ازاي. حقيقي، ده شيء كويس، بس هو الكلام بالعربي مش هيفيدك بحاجة. يعني ايه اللي هيفيدك لما تعرف ان الجنريتور ده مولد كهرباء؟ والله مش هيفيدك في حاجة. يلا يا فريد المفروض اصدق انا والله. متصدقش. يلا يا فريد. انا اه مالي. ماشي. فين او 3 واحدة it is a type of uranium مس نعم that is formed when carbon dioxide يمس الشاشة السوداء. شاشة سوداء. وانتو كل دقيقتين تقولوا الشاشة شاشة، بيضة. ما هي بتقرأ اهي، ازاي سوداء وهي اشتغلت بتقرأ؟ اشتغلت ماشي اشتغلت ايه it is a type of acid rain. اسيد رين. برافو عليكي شطورة. يلا يا استاذ احمد. مش ما كنا نكتب رين وخلاص، هي خلصت دايم خلاص. يا ميس يلا يا احمد. it is a it لا is a type لا، ما احنا of جاوبناها rain دي يا ابني، that جاوبناها نمبر فور. the increase of نعم mass. لا ماشي. في حد بيخبط على البيت، هشوف بسرعة وجاي. ماشي. يلا يا آدم حل انت قبل ما هو يشوف البيت. ماشي. the increase of air temperature as a result of burning fossil fuels thermal energy. لا ركز، ده فينومينا طيب بتحدث بسبب ال increase of temperature. ثاني ما تقوليش ما تجاوبيهاش. بس نفس الإجابة خلاص. اوكي قولها. نفس المعنى. عرفت الإجابة خلاص. ماشي اتفضل قول. Global warming. برافو عليك، global warming. بس نعم الشاشة السوداء. هتيجي دي. دور أحمد. اه على فكرة أنا بقى اسمي مش كده، ده مش اسمي. الشاشة جت ولا ما جاتش؟ أمال اسمك ايه بقى؟ الاسم اللي دودو مكتوب صح؟ قدام. ايه هو؟ الصبح الصبح. صبحي؟ الصبح صبحي مين؟
السوكي. بس بطلوا رغي يا حبايب قلبي. الشاشة ظهرت ولا ما ظهرتش يا بابا؟ ما ظهرتش ما الشاشة لسه ظهرتش. اوكي ما تجيش ما تجيش. يلا يا احمد نمبر 5. The energy resources that include wind energy and water energy. محطة بمباه. ايه يا اخويا؟ اسمها ايه دي؟ اسمها هو ايه؟ انت اتلخبطت من العربي ولا ايه؟ مش فاهمة ايوه اتلخبطت. ايه الانرجي. احنا عندنا مش في العربي محطة بنبان. ما انا بقول ايه اللي هو بيقوله ده اصلا. اتلخبطت. اسمه الووتر توربين ولا لا، قلتي؟ wind water energy ده من ضمن ايه resources. انت عندك هما نوعين، ايوه ده انهي نوع؟ wind energy water energy. لا بقول ال resources، انواع ال resources non renewable. بالظبط، يبقى renewable. مين قصدي ميس؟ هو قصدي الإجابة كانت نورين. وانا ما انا قلت ماشي ماشي. يلا يا والله ريت. العظيم نيوبش. طب ماشي يلا يا ريت. The device in the electric power station. يا ميس يا ميس أحمد كان بس لا فرحان كذا على اللي أول ما بعد أنت خرجت. الميتنج ما شاء الله. ميس أحمد بس بطلوا ازاي؟ الرقم. يلا ياسين. The device in the electric power station that produces kinetic energy to operate generator turbine. برافو عليك. اوكي لا يا احمد بطل رغي عشان انتوا بجد صدعتوني وانا صايمه على فكره. بطلوا رغي. تمام. واحنا فاطرين يعني يا ميس، احنا برضو صايمين. انتوا بترغوا ازاي وانتوا صايمين؟ طيب بترغوا ازاي وانتوا صايمين؟ انا يلا كده سيبكم انا وان جيف بيبي. جوه. ميس هو مين اللي جاوب؟ سمير We must turn off lights that we are do not need. نص انا عارف. we must turn off lights that we are don't قلتله need. save energy. ايوه بالظبط كده، to save energy او to conserve electricity، ده او ده عايزين تكتبه to save energy عادي. هي ماشي. يلا يا ابراهيم. Survive if the red side occur.